للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع للحارسين على انتماء، هذه ليلة الألوان، لون أبيض اسمه مدريد، صفته مجد وكنيته تاريخ، أصله نادي القرن وفروعه أوسمة وناشئين. بلاوغرانا بارسا بمقاطعة هائجة دائما كانت ثائرة ترفض الاستسلام. أول شيء أنا أشجع فريق برشلونة، فريق رياضي مرتب وحلو، يلومه المدريديين. ثاني شيء التشجيع حلو ونبتعد عن التعصب، لأن التعصب ما يفيد ودينا لا مشاكل حتى نخرب بي أصدقائنا أو على شنو. تشجيع أصدقائي تشجيع حلو وروح رياضية حلوة يعني بيناتنا، بعيد عن المشاكل والتعصب. والله أنا أشجع ريال مدريد كلش ضايج يعني ومتعصب كلش يعني، فبرشلونة هي شايلة حظ يعني، فريق فاشل يعني، منو ميسي لو يعني هم فريق هيك عندهم حظ يعني، تعادلات وفوز. أشجع ريال، أنا أحبه للموت. سأعلق عن أي الأسماء ستحدث، سأغني لمن، سأعلق لمن، سأنشد لمن، أنوه بمن وأمجد من، من سيعبر من، من سيبكي من، من ينتصر في مباراة شعارها الهزيمة عار والانتصار مجد. عندي أصدقاء يعني هذا شجع برشلونة وهذا ريال، يعني حتى توصل مرات بيناتهم الغلط، يعني واحد يغلط على الآخر يعني توصل حتى للضرب بيناتهم، يعني تعصب يصير وفتشي يعني لا يطاق، يعني تبروحهم هيك حتى زعل يصير بيناتهم ومشاكل، يعني ما اعرف انا يعني ما اعرف يعني هاي الشغله. انا الحمد لله لا اشجع ريال ولا برشلونه، يعني ما انا رجال لاعب كمال اجسام زين، بس اشجع تشيلسي احسن، احسن من لا هذا ولا هذا. الله على الاسود وتشيلسي 100 على 100. قطبي الكره العالميه ريال مدريد ونادي برشلونه، احكي لك على المجتمع العراقي او الشباب العراقي من قسم قسمين، قسم يشجع برشلونه وقسم ريال مدريد. انا اللي دا اشوفه بالمجتمع العراقي والمجتمع الرياضي تعصب اكثر من اللازم. هي مثل ما نعرفه احنا الرياضه اللي علمونا من كنا صغار بالمدارس، الرياضه حب وطاعه واحترام، بس المجتمع العراقي يضغط تعصب على اكثر. فانا انصح المجتمع وانصح الشباب عدم التعصب، وهي الرياضه فوز وخساره وتعادل. ويا ريال اكيد تعصب موجود، ويا باقي الفرق عادي يعني هو المنافس الاكبر لبرشلونه بالليغا، نقضيها ضحك يعني، ماكو تعصب ولا اكو تجاوزات تصير بالموضوع ولا كره.